كابتن كابتن، انا عندي دهون كتير وعايز اخس، اعمل ايه؟ بص هقول لك الخلاصه. عايز تخس دايما اقول لك اجري 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 اجري، مفيش كلام ده. لو جريت هتحرق كارب اكتر من دهون. لو عايز تخسر فعلا تخسر دهون، امشي امشي على سرعه 5، امشي بمجهود متوسط. كل ما كان مجهودك متوسط كل ما حرقت دهون اكتر. فمش مش مش الجري اللي هيخليك تخس، مش تجري قد ايه. الجري ممكن يعلي الاستامينه عندك ويخلي نفسك احسن وقلبك اقوى، لكن مش هيحرق معاك دهون. اللي هيحرق معاك دهون اكتر كونك انك انت تمشي، بس مش المشي اللي هو بسيط، لا هروله، مشي اسرع سيكه. ده هيفرق معاك جدا. مشي كل يوم نص ساعه هيفرق معاك تماما في خلال شهر، وبتعالى دلوقتي بس خلاص.